السلام عليكم كاملين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناة ديالي، قناة حليمة تعليمية. قواعد اللغة العربية والإعراب. ما كتقدرش تعرب أو ما كتفهمش الإعراب أو كتلقى صعوبة كبيرة في الإعراب، ما كتفهمش قواعد اللغة العربية، كتلقى صعوبة في إنجاز تمارين اللغة العربية أو قواعد التراكيب أو النحو أو الصرف إلى آخره. إذا اليوم في سلسلة قواعد اللغة العربية الميسرة مع الإعراب، غنحاول نبسط لكم بشكل واضح قواعد اللغة العربية، وكنتمنى أنكم كاملين تقدروا تستوعبوا وتفهموا وتعرفوا تعربوا أي جملة كيف ما كانت. غادي نبدأ قواعد اللغة العربية من الصفر. إذا ابتداء من الآن ما غاديش يبقى عند حتى شي واحد فيكم شي مشكل لا في قواعد اللغة العربية ولا في الإعراب. إذا تابعوني في القناة ديالي، قناة حليمة التعليمية، وما تنساوش تشاركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد. مرحبا بكم جميعا، ولنا عودة من جديد في درس جديد في سلسلة قواعد اللغة العربية الميسرة مع الإعراب في قناة حليمة التعليمية. إذا كتذكير بما تعرفنا عليه في الحصص السابقة، إذا رأينا أقسام الكلمة، ورأينا بأن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، وأيضا تعرفنا على أزمنة الفعل الماضي المضارع والأمر، ورأينا بأن الفعل الماض دائما 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 يكون مبنيا، وتعرفنا على إعرابه مع جميع الضمائر. إذا اليوم سنتعرف على الفعل المضارع. لاحظوا معي، أدخل، يدخل، تدخل، وندخل. لاحظوا معي هذه الأفعال، فكلها تبتدئ بحرف كتبته لكم بالأحمر. إذا لدينا الهمزة، ولدينا الياء، ولدينا التاء، ولدينا النون. إذا هذه الحروف تسمى بحروف المضارعة، وتجمع في كلمات أنيت. إذا لكي أتعرف على الفعل المضارع، يجب دائما أن أجد في أوله حرفا من حروف المضارعة. إذا سننظر الآن إلى علامة إعراب الفعل المضارع. لاحظوا معي الحركة الأخيرة في كل فعل من هذه الأفعال، وننتبه جيدا لهذه الأفعال، فلم يتصل بالفعل أي ضمير. إذن آخر حرف للفعل هو حرف اللام، والحركة التي على اللام هي الضمة. إذن كيف سنقوم بإعراب هذا الفعل؟ إذن فالفعل المضارع فهو معرب. إذن فسنقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذن هذا هو إعراب الفعل المضارع في حال لم يتصل به أي ضمير من الضمائر المتصلة، ضمائر الرفع بطبيعة الحال. لاحظوا معي عند اتصاله بضمائر الرفع. لاحظوا معي، تدخلين، يدخلان، تدخلان، يدخلون، وتدخلون. إذن هنا لدينا خمسة أفعال. إذا اتصل الفعل هنا بياء المخاطبة، بألف الاثنين، وبواو الجماعة. لماذا نسمي هذه الأفعال الخمسة؟ إذا تسمى بالأفعال الخمسة. نعم، لأنها خمسة، لذا سميناها الأفعال الخمسة. ما هي الأفعال الخمسة؟ إذا الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل بياء المخاطبة، ألف الاثنين، أو واو الجماعة. لاحظوا معي هنا، هذه الأفعال الخمسة كلها تنتهي بالنون. إذا هذه النون هي علامة إعراب الفعل المضارع، لهذا نقول فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. هذا ثبوت النون، ثبوت النون أي أنها موجودة وثابتة، نراها ظاهرة لنا، لم تحدث، وعكس ثبوت النون حذف النون. إذن فالفعل المضارع أيضا ينصب ويجزم بحذف النون إذا اتصل به حرف من حروف النصب أو من حروف الجزم. كمثال نقول لم يدخلوا ولن يدخلا. إذن هنا فعل مضارع، لم يدخلوا فعل مضارع مجزوم بحذف النون، ولن تدخلا فعل مضارع منصوب بحذف النون. وسنتعرف على هذا في درس لاحق إن شاء الله، عندما سنتعرف على
أدوات النصب وأدوات جزم الفعل المضارع. نلاحظ معي المثال الآخر، تدخلنا ويدخلنا، إذا هنا فعل مضارع اتصلت به نونو النسوة. جيد، لاحظوا معي حركة الفعل، إذا الحرف الذي قبل نون النسوة إذا فهو ساكن، إذا السكون، لدينا السكون هنا، إذا كيف سنعرب هذا الفعل؟ إذا فعل مضارع مبني على السكون، نعم مبني، إذا الفعل المضارع أيضا يبنى، إذا فهو معرب ولكنه يبنى في حالات قليلة جدا، إذا اتصلت به نونو النسوة نقول فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. لاحظوا معي المثال الآخر ويبنى أيضا، تدخلن ويدخلن، لاحظوا معي هذه النون فهي تسمى بنون التوكيد، هذه النون المشددة فهي نون التوكيد، كيف أميز بينها وبين نون النسوة؟ طبيعة الحال فهي مشددة، أيضا لاحظوا قبلها لدينا فتحة، إذا في نون النسوة يوجد قبل النون الحركة التي فوق الحرف هي السكون، أما هنا فلدينا فوق اللام فتحة، تدخلن يدخلن، وسنقول فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، نعم أيضا يبنى إذا اتصل بنون التوكيد. إذن متى يبنى الفعل المضارع؟ إذن يبنى الفعل المضارع إذا اتصل بنون النسوة أو نون التوكيد، يجب أن لا ننسى هذه الملاحظة. إذا اليوم تعرفنا في هذا الدرس على أن الفعل المضارع يكون مرفوع علامة رفعه الضمة الضارع على آخره، ورأينا بأن الفعل المضارع يكون مرفوع بثبوت النون إذا كان من الأفعال الخمسة، ورأينا الفعل المضارع أيضا يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة، ويبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد. وفي هذا أعزائي نكون أنهينا درسنا لهذا اليوم، وشكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في درس جديد على قناة حليمة التعليمية، لا تنسوا مشاركة الدرس مع أصدقائكم، وأيضا لا تنسوا مشاركة القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وإلى اللقاء أعزائي.